هلا والله، معاكم ضحى الحداد واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اتمنى انكم استمتعتوا في فيديو الاسبوع اللي طاف. اللي للحين ما شاف الفيديو راح احط اللينك بالدسكربشن بوكس بلو مثل ما اسوي كل فيديو. اوكي، ني الحين نطبره واسع على موضوع الفيديو. ومثل ما هو واضح من العنوان، انا بتكلم عن سلسله صار لي فتره مو قصيره قريتها من 2011، يعني توني كنت متخرجه من الجامعه وكذي قريتها. كنت بليف اني انا للحين ما تكلمت عنها ولا مره، فقررت اني انا I dedicate a whole video حق هالسلسلة اللي هي سلسلة The Immortals تأليف أليسون نويل. السلسلة هي من 6 أجزاء، يعني it was a fair story، حلوة استمتعت وأنا أقراها، خاصة أن أنا كان وقتها عندي تقشف قرائي قوي لأني كنت توني متخرجة وأبي أقرأ أكثر كتب ممكنة. فأنا دورت أطول سلسلة أقدر ألقاها اللي هي 6 أجزاء، يعني ليومكم هذا دائما أطول سلسلة تكون 6 أجزاء، هاي الماكسيموم إذا كانت السلسلة ناجحة وكذي تكون 6 أجزاء. فأنا قررت أني أنا أقرأ هالسلسلة على طول بعد ما قريت The Mortal Instrument، كان وقتها كانت بس 3 أجزاء، فيعني أنا كنت وايد متحمسة وأبي أقرأها والحمد لله خلصتها. والحين أنا بقدم ريفيو كامل على هالسلسلة، ف without further ado يلا خلنا نبدي بريفيو هالسلسلة. أوكي، نيجي الحين على الجزء الأول من السلسلة اللي هو Evermore. لا تخربطون، وهو مو نفسه مسلسل ديزني Evermore اللي هو MOOR، هو Evermore Evermore مثل ما هو مكتوب على الغلاف. الكتاب هذا بالنسبة لي بداية كان حيل موفق للسلسلة، it got me hooked حق القصة وكنت أبي أعرف شنو بيصير حق يعني الأجزاء الثانية وكذي. يعني أنا بالنسبة لي وايد اندمجت، وايد حبيت يعني فكرة السلسلة وشلون هو الانترودكشن حق البطلة والانترودكشن حق الشخصيات وشلون يعني طبيعة جو القصة كلها، يعني كانت أنا بالنسبة لي وايد وايد حبيت الجزء الأول. فكرة السلسلة عموما مو بس الجزء الأول، هو يتكلم عن بنية اسمها إيفر، هي عمرها 16 سنة، يصير حادث، هي كانت مع عائلتها اللي هي أمها وأبوها وأختها الصغيرة، يصير لهم حادث وتفقد عائلتها كلهم إلا هي الناجية الوحيدة من هالحادث. نتيجة هذا الشيء يضطرون إن ينقلونها للقريبة الوحيدة اللي عايشة لها اللي هي عمتها. عمتها تكون مو متزوجة ويعني أكيد ما عندها عيال وكذي، فهي يعني مثل ما تقولون دش دخيلة على حياة عمتها. عمتها مو شريرة بس تقدرون تقولون عندها مشكلة شلون تتعامل مع المراهقين، فكايندا يعني ودها تبي تتعامل معاها، بس يعني شلون تتعامل مع شخص تعرض يعني حق هالصدمة العاطفية وايد صعب. يعني أنا يعني الأمانة وايد تعاطفت مع العمة، وهم أنا متعاطفة مع البطلة، يعني تقدرون تقولون 50-50 thing. بس مو هذه هي المشكلة، اللي صاير إنه بعد الحادث إيفر لأنه صار لها تجربة قريبة من الموت، فصار لها شيء غريب بمخها إن هي تقدر تشوف الأورا أو الهالة مالت الناس، يعني تقدر تعرف مودك لما تشوفك، بلس إنها sometimes إذا تبي تقدر تسمع أفكار الشخص اللي قبالها، وإذا تبي تعرف more about الشخص اللي قبالها إذا جاسته راح تنسرد لها قصة الشخص وتنعرض لها حياته بالكامل بظرف ثانيتين كذي. فهذا الشيء بالنسبة حق إيفر وايد متعب، إن كونها لازم يعني شي avoid people ولازم ما تكون صداقات ولازم ما ترتبط بأي أحد وكذي، فهذا الشيء يعني سبب لها أزمة عاطفية وخلاها منطوية على نفسها أكثر من قبل. طبعا هذا الوضع يستمر لين يجي بطلنا المغوار اللي هو a new student كالعادة للمدرسة الجديدة اللي هو ديمون أوغست، و هو تقدرون تقولون يعني هو من البداية حاط عينه على إيفر وبباله شيء معين يبي يقوله حق إيفر. إيفر بالبداية تنفر منه ويعني تبي توخر عنه وما تبي يعني شي جيت اتاشد وكذي، لين يصير شيء مو بال أي أحد إن ديمون عنده القدرة إن هو يسوي حق إيفر شت داون، يعني هي لما تكون مع ديمون ما تقدر تشوف الأورا وما تقدر تسمع أفكار وما تقدر تسوي هالحركة اللي لما تجي سحد تعرف قصته. فهي إيفر يعني تقدرون تقولون إنها حست بارتياح إن قامت كلها تبي تصير يمه، صارت كلينجي حيل إنزين، وصارت إنه يعني وايد ارتاح مخها من هالشغلة، يعني تعرفون كنا كمبيوتر شغال 24 ساعة فجأة تعطونا بريك راحت كذي، فهي كانت وايد تحس بارتياح، فحست إنه يعني ديمون يمكن هو الصديق اللي كانت تنطره طول هالفترة. طبعا
تنشأ بين أفر وديمن صداقة ويتفاهمون ويشكون حق بعض الحال وهالسوالف، لين بالنهاية ديمن يكشف لها سره العظيم وليش هو انتقل لها المدرسة وليش هو محتاجها هي بالذات. أنا وايد منكم راح يحسون إن أمبيت شنش قاعدة تتكلمين عن تويلايت، أدري يعني إيه. شوفوا هو السلسلة نازلة 2009، أنا بالنسبة لي من فترة 2006 ل 2010 انزلت السلاسل اللي هي تويلايت إش، يعني هاي فكرة إن بنت صار لها شيء بماضيها، بعدين يجي واحد مستيريوس وغامض ولازم حلو وإنه منجذب لها ويطلع هو مخلوق ثاني. يعني هذه الفترة هي الفترة الذهبية حق هذه الجنرة، بعدين اللي بدأوا ينتقلون ل يعني خيال آخر وكذي. أنا بالنسبة لي وقتها يوم قريتها كنت وايد منجذبة حق هالستايل، فأنا لكذي كنت وايد هوكت وأبي أعرف مور أباوت ديمون وماضية وهو شنو يعني نوعيته وكذي وليش هو اختار إيفر بالتحديد. يعني تقدرون تقولون يعني يمكن لو الحين أحد يقراها يعني راح يحسها تشيزي وايد وكليشي وايد ومستهلكها وايد، بس أنا يعني يوم قريتها كنت وايد مستانسة فيها. بلس أنا وايد 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 حبيت شخصية إيفر، يعني شخصية إيفر حسيتها شخصية صجية، مو مثل بلا كان ما لها شخصية، هذه لا. يعني لما هو كان يقول لها مثلا أبي أسوي هالشغلة عادي تقدر ترفض تقول لها لا كيف منو أنت تسوي كذي، أو إن هي لها يعني قرار إن هي تختار شنو مصيرها. وحبيت إن هي دائما إذا عندها فكرة الدافع عنها والدافع عن هير بليفز، يعني هي مثلا عندها رفيجتها هيفن اللي هي صادقتها تقريبا، يعني اول ما وصلت المدرسة يعني هيفن هي تقدرون تقولون مو صديقتها، هي الوحيدة اللي ما يأست منها وظلت انها تدعوها لبيتها وتدعوها حق اماكن وكذي، او ذو كانت ايفر دائما انها ترفض دعواتها. وهذا انا وايد حبيت ان شلون ايفر دائما تبي تدافع عن هيفن، او ذو هم مو تكنيكلي مو صديقات، بس يعني ان هي عندها حس الولاء، مو مثل بلا خلاص بس حباها ادوارد خلاص هدت كل رفيجاته وما شنو، لا يعني انا حبيت هالشغلة في ايفر. بالنسبة لشخصية ديمن انا ما عرفت عنه وايد بالجزء الاول، ليش كذي هي الكاتبة سوت الجزء نص اللي هو Eternal Flame اللي هو الجزء الاول بس من وجهة نظر ديمن، يمكن على امل انكم تعرفون شنو كانت وجهة نظره بالجزء الاول، واذا تبون تعرفون مور عنه وكذي. انا للحين ما قريته بس يعني انا وايد حبيت الجزء الاول، اجين انا وايد حبيت الجزء الاول. فبالنهاية اعطيت كتاب ايفرمور 4.5 من 5. اني الحين على الجزء الثاني من السلسلة اللي هو بلو مون، انا بالنسبة لي الجزء الثاني طشر الاول تطشير، كان عندي يعني one of the best books I read، يمكن حتى لو الحين اقرأ هم راح انبهر فيه، كان وايد حلو كان وايد well written، والبلوت كانت قاعدة تتعقد بطريقة يعني انه تخليك تندمج بالقصة، يعني انه انزين وبعدين وكذي. يعني انا وايد 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 حبيت الجزء الثاني. في هذا الجزء بعد ما تخطوا ايفر وديمن العقبة اللي حاشتهم بالجزء الاول، انه منو اهما وشلون صاروا كذي وشنو الطريقة اللي صاروا عليها وكذي، في الجزء الثاني ايفر تحاول انها تتأقلم مع واقعها الجديد مع قدراتها الجديدة، يس يصير عندها قدرات معينة من الجزء الاول، فدائما يحاول انه يدربها عشان تصير اقوى واقوى. بهالاثناء كل ما زادت قوة ايفر دائما قاعد يضعف لسبب مجهول، مو بس كذي قاعد يفقد اجزاء من ذاكرته وقاعد يعني مثل ما تقولون هويته قاعدة تروح، ما حد يدري شو السبب. شوي هما وشي كانوا مو ملاحظين، بس شوي لا يعني قام ينسى اشياء وايد ضرورية، قام ينسى اشياء تفاصيل عن حياته تفاصيل عن ايفر، يعني كذي يعني لين بالنهاية يقوم ينسى كل شيء. هني ايفر يعني شي بانكس امباي، يعني هو الوحيد اللي كان يعرف شنو يعني اللي انا قاعدة اسوي وهذا فشنو اسوي، فيضطرون انهم يتعاملون مع السفر بالزمن. يس القصة هذه فيها السفر بالزمن، ويعني مسوينها بطريقة سو ايبك، يعني انا وايد انبهرت. يعني هو تقريبا يمكن بالثلث الاخير من الكتاب يبدي السفر بالزمن، ويعني يطولون فيها انه وايد وايد حلوة، انا وايد اندمجت فيها وايد حبيتها، انا يعني للحين منبهرة فيه
ويعني أنا وايد أنصح فيه. يعني إذا أنتوا ما حبيتوا الجزء الأول اللي قرأ السلسلة، اللي ما حب وايد الجزء الأول، الجزء الثاني أنا بالنسبة لي وايد وايد أحلى. فبالنهاية عطيت الجزء الثاني اللي هو بلومون 5 نجوم من 5. إني الحين على الجزء الثالث من السلسلة اللي هو شادولاند. بعد أحداث الجزء الثاني وبعد ما يتغلبون على الشرير اللي كان موجود بالجزء الثاني ورجعت حق ديمن ذاكرته وهويته وكذي، يعني هاي مو سبويلر أكيد راح ترجع لذاكرته. إنزين، كنتيجة لإزالة اللعنة اللي كانت على ديمن تصير في لعنة ثانية على أفر وديمن، إنه أهما ما يقدرون يعني they touch. إنزين، لأن إذا they touch واحد منهم لازم يموت ولازم أهما يقررون منو يموت وتصير سوالف وبلاوي وكذي. فأهما يعني باختصار إنه أهما لازم ما يجلسون بعض. بس المشكلة ان ايفر لازم تجيس ديمن عشان هو يقدر يسوي لها شت داون ويريحها، وهو يعني صديقها وحبيبها فلازم تجيسها at some point. انزين، فشنو راح يسوون ديمن وايفر عشان يتخطون هاللعنة ويردون الامور الى مجاريها؟ بالنسبة لي هالجزء كان هو داون فول حق السلسلة. يعني تقدرون تقولون ان ايفر مو ايفر اللي انا اعرفها، يعني بالجزء الاول بالجزء الثاني كانت شخصيتها وايد قوية وكان عندها أفكار ومبادئ ويعني مواقف حلوة. بالجزء الثالث كانت مجرد بلا، يعني كانت باختصار بلا إنه بس أنا oh my god أبي my boyfriend يجي وشوفوا هذا boyfriend الحلو اللي أحلى من boyfriendاتكم وشوفوني أنا معاه وهو يحبني وأنا أحبه وما أدري شنو، أوذو إحنا ما نقدر نجيس بعض بس إحنا نحب بعض. يعني ما أدري، أنا وايد حسيتها ممل، ما اندمجت فيه. حتى فكرة القصة يعني كمان شو الفكرة العبيطة، يعني شنو بعد ما تقدرون تجلسون بعض ما أدري شنو، يعني ما أدري أنا كلش كلش ما حبيت الفكرة. although أنا حبيت قصص الشخصيات الجانبية اللي هي هيفن ويطلع شخصية جديدة اسمها روان وشخصية جديدة تطلع هي جود اللي هو تقدرون تقولون الطرف الثاني من مثلث الحب اللي هو جيكوب بتوايلايت. انزين، انا حبيت قصتهم بس قصة ايفر وديمن اللي عليهم التركيز انا كلش ما حبيتها. فبالنسبة لي يعني هالكتاب كان لا داون فول حق السلسلة وايد. فبالنهاية عطيت كتاب شادولاند 3 نجوم من 5. اوكي، ني الحين على الجزء الرابع من السلسلة اللي هو دارك فليم. في هذا الجزء، الجزء الثالث هو نهايته صار فيه بلوت تويست قوي جدا، وللأمانة أنا يعني تقدرون تقولون ما كنت متوقعته بس المفروض هذا الشيء يصير. إنزين، هو شيء يصير بهيفن، ما راح أقول لكم شنو بس شيء يصير حق هيفن. المهم، فإيفر هي تحاول إنه يعني أو ماي جاد شو اللي صار بهيفن، أنا ما راح أقول لكم شنو صار لها بس هي لازم ترد الأمور إلى مجاريها مع هيفن وشنو اللي يصير. هذا أنا بالنسبة لي أكثر شخصية حبيتها بالكتاب اللي هي رومان. هو من البداية أنتوا تدرون إنه هو شرير، مع إنه شرير بس ما أدري ليش أنا بالنسبة لي he's the cutest guy، like أنا وايد حبيته for some reason. إنزين، وهو يبي يحاول إنه يخلي إيفر ما تساعد هيفن عقب اللي صار لها بالجزء الثالث. وشنو دور جود من كل هذا؟ ودايمًا همن عنده مشاكل الخاصة اللي قاعدة تصير وكذي، يعني يصير في موضوع مغامرة رهيبة. إنه باختصار إشلون إحنا نبي نساعد هيفن إنها تتخلص من اللي صار لها، وبينما رومان هو قاعد يحاول إنه يمنعهم إنهم يساعدون هيفن. في هذا الجزء مثلث الحب اللي هو ايفر وجود وديمن يصير واضح جدا وتشيزي جدا. زين، يعني انه اوكي انا بساعد رفيشتي فانا بروح عند الطرف الثاني اللي ادري انه هو يحبني بس انا ما احبه والمفروض هو يدري اني انا ما احبه لاني انا احب my useless boyfriend اللي ما يقدر يسوي لي اي شيء واقل سحر يطيح عليه وكذي يعني. زين، فانا راح اضطر اني اروح حق هذاك ويساعدني ويوقف معي وقفة ريايل بس اوه سوري انا ما احبك. انزين، يعني هالشيزنس هذا اللي انتو تعرفونه. فهو شنو اللي بيصير مع مثلث الحب هذا وشلون ايفر تبي تعرف شنو مشاعرها الحقيقية تجاه جود وتجاه ديمن؟ انا اقول لكم رغم الشيزنس اللي كان بالكتاب الا اني انا شفت دارك فليم كان وايد احسن من الجزء الثالث اللي هو شادولاد. يعني كان في احداث قاعدة تصير، يعني انه اوه هذا شلون كذي وهذا قاعد يسوي هالحركة وكلها كانت استراتيجية ومخططات انه هاي بيخرب على هذا وشي. يعني انا بالنسبة لي استمتعت
ويعني خلال هالجزء احنا نشوف ان العالم كل شوي قاعد يكبر اكثر واكثر. يعني احنا اول كان عندنا بس عالمنا الحالي، بعدين صار في شغله اسمها سمرلاند، بعدين صار في شادولاند، والحين صار في شغله ان دارك فليم بالهيستوري لاند، اي ثينك نسيت شنو اسمها، اعتقد ان اسمها هيستوري لاند. زين ان تشوفون تاريخ وشلون يصير وما ادري، يعني وايد حلو ان شلون الكاتبه مع تطور الاحداث قاعده تكبر لكم العالم، وتحسون ان الجزء الاول يعني كانت مشاكلهم حيل يعني خفيفه نسبه الى الحين الاحداث اللي قاعده تصير، خاصه انه مو بس ايفر وديمن هم اللي في خطر، يعني هم كل الشخصيات اللي انفولد مع ايفر وديمن في خطر، يعني انه لازم يحمونهم وكذي. فبالنسبه لي يعني هو مو احلى جزء بالسلسله، بس انا بالنسبه لي يعني افضل بوايد من الجزء الثالث. فبالنهايه اعطيت كتاب دارك فليم 4 نجوم من 5. نيجي الحين على الجزء الخامس من السلسله اللي هو نايت ستار. في هذا الجزء هيفن اللي هي up until this point كانت رفيجة ايفر تنقلب شخصيتها وتصير هي الشريرة. شلون؟ لأن صار شيء معين نهاية الجزء الرابع خلى هيفن بهالطريقة. ففي هذا الجزء هيفن هي قاعدة تحاول انها تبي تحطم سعادة ايفر وديمن وجود بعد زين، ولأن هي قاعدة تلومهم انهم سووا لها شيء، راح تعرفون شنو بالجزء الرابع، وهي مستعدة تسوي اي شيء عشان تبي تحطم سعادتهم. بهالاثناء هي هيفن تروح تتعامل مع قوة دارك وسحرية وتبي يعني تسوي اي شيء كذي. فهي ايفر يعني قلبها على رفيجتها وتحس ان هي السبب ان صار فيها كل هذا، فهي تحاول ان تساعد هيفن، بنفس الوقت هي تبي تحمي اللي تحبهم منها، لان هيفن مو بس على ايفر، هي على كل اللي تحبهم ايفر، هي يعني حاطتها براسها خلاص. يعني بنفس الوقت ايفر تكتشف سر عظيم عن ديمن، انه هو صار له شيء في الماضي، انه شيء مخبي عن ايفر، شيء قوي زين. فشنو هذا الشيء راح تعرفونه لما تقرون هالكتاب. هذا الجزء بالنسبة لي كان ممل بقدر الجزء الثالث، بأنه هو شوية أفضل، بس يعني بالنسبة لي كان وايد ممل. أنا عموما أنا ما أحب هذه الدراما اللي بين الرفيجات، هذه أنا ما أحبها. يعني عشان صبي رايحة تهدين رفيجتك، ليش 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 ليش؟ يعني الحين صبي أحسن من رفيجتك، شماله شماله يعني زين. فزين خلاص إذا رفيجتك هي وش أقول وهدتك عشان واحد، خلاص يعني هديها، ما لها داعي إنك بارها متعلقة فيها، لا لا هذه رفيجتي وما أدري شنو. يا إنك تنصحينها وتعدلينها وتخلينها آدمية، ولا خلاص بالطقاق. يعني ليش ليش كذي؟ وناهيكم عن سالفة ديمن، يعني بعد 5 أجزاء يا ديمن المفروض خلاص ما بيننا أسرار. ليش 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 الأسرار هذه يا ديمن؟ ليش؟ أنا وايد نرفزني ديمن بهالجزء، يعني إنه ش دعوة ش دعوة الحين عقب كل اللي يعني صار لنا مع بعض وكل هالأحداث اللي عشناها، ليه الحين في أسرار بيننا؟ ما أدري ما أدري. أنا وايد وايد حسيت إنه يعني طول الجزء وأنا قاعد أقرأ إنه ما شاء الله لا إله إلا الله لا 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 حول ولا قوة، يعني زين. وبعدين يعني ما ادري حسيت ان السلسله قاعده تدور حوالين نفسها. حتى انا وايد ترددت اني انا اقرا الجزء السادس والاخير، لان انا باي ذا تايم اني خلصت الجزء الخامس كان عقب باكر ينزل الجزء السادس، فكان عندي يعني تردد اني اقرا، لان حسيت ان السلسله از نوت جوين اني وير. بس لاني انا ضحى بالنهايه قررت اني اقرا الجزء السادس. فبالنهاية عطيت الجزء الخامس اللي هو نايت ستار 3 نجوم و4 من 5. اني الحين على الكتاب السادس والاخير في السلسلة اللي هو Everlasting. هذا الكتاب هو اللي رجع لي الامل بالسلسلة، ويعني اكد لي النظرية ان لا تهدين السلسلة من نصها، لان sometimes الكاتبة يمكن شي stumbles شوية. بس للامانة الجزء الاخير كان وايد solid، وايد عجبتني النهاية وبهرني، يعني I couldn't stop reading، يعني كان وايد 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 حلو واندمجت فيه، وحسيت ان كل المعاناة اللي عانيناها بالاجزاء اللي طافت الحين يعني يابت نتيجة، وحسيت ان الجزء الاخير وايد فهمني اكثر عن العالم وخلاني احب السلسلة وايد. في هذا الجزء العالم اللي احنا تعلمناه بالاجزاء السابقة يصير وايد كبير، وكل شي تعلمناه راح يصير سبهللة ومدموج مع بعضه، لان هيفن حرصت ان تسوي شغلة معينة تعيشهم كلهم في تعاسة دائمة. زين، فاللي يصير ان عشان هما يقضون على اللعنة اللي سوتها هيفن،
انه يصير في كايندا مثل ما تقولون شغلة تصير بجسم ديمون انه بالنهاية راح تموته. ايه هذا اللعنة انه يصير سم بجسم ديمون انزين، وانه شلون هما بيشيلون هالسم، لانه اذا شالوا ديمون راح يفقد كل قدراته. فتقدرون تقولون المخاطرة حيل قوية، لانه اذا ديمون فقد كل قدراته هذه مشكلة وايد كبيرة، لانه هو وجوده اساسا يعتمد على قدراته اللي هو يعني من طبيعة وكذي. فهم عشان يحلون المشكلة لازم هم يرجعون للسالفة اللي بدت كل هالمشكلة، فهم مضطرين يسوون رحلة عبر الزمن one last time ويروحون للوقت اللي بدت فيها كل هالمشاكل. وانا مو قاعدة اتكلم عن وقت الجزء الاول نو انا قاعدة اتكلم 600 سنة before وقتنا هذا. فشنو راح يسوون ايفر ودايمن عشان يحلون هالمشكلة، وشنو نهاية هاللعنة بالنهاية؟ للأمانة الكتاب هذا أنا من أول كلمة بهرني، يعني أنا كنت وايد مندمجة فيه من البداية، يعني هي شلون الكاتبة صاغت الموضوع بطريقة إن خلى كل الأجزاء اللي طافت make sense، إن فيه لأن كان فيه مقاطع بالأجزاء اللي طافت إنه إذن ليش تعلمنا هذا؟ ليش قلتي لنا عن هذا؟ يعني في أشياء سهبت في شرحه وما فهمنا ليش. في هذا الجزء it all came down together إنه أوكي أثاري كذي شي شي شي. فأنا وايد حبيت الحركة، والسفر بالزمن كانت يعني وايد حلو وايد عجيب، وكان فيه الدبث الكافي اللي أنا كنت أبي، يعني حسيت صج إنهم رجعوا بالزمن، يعني حتى الهواء قمت أشم هواء ما قبل 600 سنة، ما أدري شلون لا تسألوني، بس وايد 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 عجبني أنا وبهرني وأكد لي نظرية إن أنا ما أحب إني أنا I give up من السلسلة بنصها، لأنه يعني ولا كان طافني هالكتاب الرهيب. أنا وايد وايد حبيته، والنهاية الشو كيوت وايد حلوة، يعني أرضتني للأمانة، وحسيت كل شخص خذ جزائه اللي يستحقه، ويعني هي ما كان فيها دموية or anything لأنها ينقدل تأكيد، بس يعني كان فيها brutality كافية إن الأشرار حصلوا الجزاء اللي يستحقونه، صدق يستاهلون باطين كبدي طول السلسلة. فبالنهاية عطيت الجزء السادس اللي هو Everlasting 5 نجوم من 5. فيا هذا كان ريفيوي لسلسلة The Mortals تأليف أليسون نويل. أتمنى إني حمستكم إنكم تقرون السلسلة وحضرتكم نفسيا حق الأجزاء المملة بالسلسلة. يعني أنا بالنسبة لي هي it's worth a read، هي فيها concept حلو وانترستينج، انه يعني الواحد يقدر يتحكم بمستقبله ويقدر يحدد مصيره اذا كان تفكيره يشتغل صح. يعني كل شيء about التفكير، يعني كل ما انت كنت ايجابي اكثر تصير حياتك ايجابية اكثر. انا وايد وايد حبيت هالحركة لانه هو يعني big part of القصة، انه انت لازم تتحكم بتفكيرك ولازم يكون تفكيرك دائما ايجابي عشان تقضي على اي عقبة تيلك. بس يعني اذا بتشوفون تقييماتها بالجودريدز السلسلة مو مقيمينها زود، يعني هي يعني في two reactions، يا ناس يعبدون السلسلة عبادة ولا ناس يكرهونها كره شديد ويقولون انها كنها توايلايت وما ادري شنو. يعني انا اقدر اقول لكم انا I can see انها تشبه توايلايت وايد، بس يعني اذا انتوا بالمود لها اتوقع انها تعجبكم، يعني اذا انتوا خاطركم بشغلة شي توايلايتش وكذي ممكن هذه تعجبكم. فيا هذا كان كل اللي كنت بقوله، قولوا لي رايكم بالفيديو بالكومنتات سكشن بلو، واذا عندكم اقتراحات حق فيديوهات ممكن اسويها قولوا لي بالكومنتات سكشن بلو، انا ارحب بتعليقاتكم، ودي يعني تتفاعلون معاي، ومشكورين مشكورين على دعمكم المتواصل لي، وان شاء الله القادم افضل يا رب، ومنتظره اراءكم. فيا لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناه، ولا تنسون تسوون لي فولو بالسوشيال ميديا اللي انا دائما احطهم بالديسكربشن باكس بلو. فيا هذا كان وقتي، كانت معاكم ضحى الحداد، نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.